تمام. المشكله بتاعتنا فين بقى؟ خلينا ارجع تاني للجزء بتاعنا ده. احنا عاوزين نجيب انفرس الايه اهو، اكس ترانسبوز اكس مش كده زائد لامدا اي، عاوزين نجيب الانفرس بتاعها. طب الاكس اهي، ان عددهم ان كده كده، عندنا الدايمنشن دي او دي بلس 1 لو انت بتزود وحايد تبقى اوجمنتد. اكس ترانسبوز هتعكس، هتبقى دي بلس 1 في ان، والاكس قلنا عباره عن ان في دي بلس 1. الاي هتبقى نفس حجم الاي بتاعتك، فدي مش فارقه في حاجه، ده هتتجمع على ده. دول كده مع بعض حاصل ضرب هيطلع كام؟ دي بلس 1 في دي بلس 1. انا بالنسبه لي ايهما اصغر كماتريكس؟ نطلع دي بلس 1 في دي بلس 1 ولا ان في ان؟ افترض عندك عدد السامبلز مثلا 1000 سامبل او 10000 سامبل، زي ما احنا بنعمل دي 10000 سامبل، كل سامبل جايب لها فيكتور طوله 100، ده الدايمنشن بتاع الفيكتور بتاعك. يعني انا بالنسبه لي اما اخده 101 في 101 ارحم ما لو كنت اخدته 10000 في 10000 لو كان ان في ان، فانا حظي كويس. لكن لازال الماتريكس دي اللي بتطلع من هنا حجمها دي باي 1 مضروبه في دي باي 1. لو الفيكتور بتاعنا ده طوله 2 3 ما عنديش مشكله، اعرف اجيب الانفرس لماتريكس 3 في 3 5 في 5. لكن لو ده طوله 100 هتجيب انفرس ازاي؟ فين البرنامج اللي يعرف يحسب انفرس لماتريكس بلاش 50 في 50 بلاش 100 في 100؟ فالماتريكس لو احنا خدنا الدايمنشن كبيره بتاع الفيكتور الدي كبيره، ساعتها الماتريكس بتاعتنا دي اللي هي دي بلس 1 في دي بلس 1 كانوت كالكوليت الانفرس، وبالتالي الموضوع كله فشل. يبقى عشان نبقى واضحين مع بعض، لو انت بتستخدم فيتشر فيكتورز صغيره اقدر ساعتها اجيب الانفرس واشتغل بالطريقه دي زي الفل، هتطلع نتائج كويسه وسريعه جدا. استخدمت فيتشر فيكتور طويل، ساعتها هتبقى الدايمنشن بتاع الماتريكس كبيره، مفيش برنامج يعرف يحسب لك الانفرس، مع ان الطريقه صح بس ما عنديش برنامج يعرف يحسب الانفرس بتاعها. طب هو اصلا بيجي طويل منين؟ ادي لك مثال صغير قوي. عندنا المينست داتا سيت، دي كلها نيومرالز، ارقام مكتوبه بخط الايد بيقول لك تعرف عليها، والنيومرالز صغيره يعني حجم الواحد كده 28 في 28، كل رسمه، الرسمه دي مثلا جواها مثلا 2 عامله زي كده 28 في 28. احنا بناخد دي نحولها الى فيكتور 28 في 28 يعني يبقى 768 في 1، واقول الفيكتور ده يمثل الشكل ده. طيب بالمنظر ده كده هتبني الماتريكس بتاعتك دي. عندنا هنا 60000 سامبل، هي المينس داتا سيت كده 60000 سامبل، عندي 60000 سامبل من هنا ادي الان، الدايمنشن كده 768. طب هتعمل ايه؟ هتبقى الماتريكس دي 768 في 768، مش هتنفع اجيب لها الانفرس، يبقى لازم نجد طريقه ثانيه للمينيمايزيشن. انا لازال ماشي بنفس الابروتش، انا عاوز امينيمايز الايرور، امينيمايز اللوس اللي احنا حاسبينه، بس مش عاوز اجيبه عن طريق الانفرس. تعال نشوف بقى نجيبه ازاي الطريقه الثانيه بتاعتنا. هنستخدم الجريدينت ديسنت. ده كنت اللي وصلنا في الاخر اهو. الماتريكس انفيرجن can be expensive if data dimensionality D is large.
وممكن في الاخر يبقى انفيزابل ان انا اعرف احسبه كمان. يبقى البديل الثاني هنستخدم جريدينت ديسنت. تعال نشوف هنستعمله ازاي بقى جريدينت ديسنت. لغايه كده الاول في حاجه مش واضحه؟ لو تمام يا دكتور، تمام يا دكتور، هندخل على الجزء دي بتاع جريدنت ديسنت. يبقى الهدف من جريدنت ديسنت مينلي ان احل مشكله الانفرس، انا مش عارف اجيب الانفرس بالطريقه التقليديه، وبالتالي انا مش عارف افاضل الايرور عشان امينيمايز. طب ادور على طريقه ثانيه مينيمايز بيها جريدنت ديسنت، بتمينيمايز كويس قوي. تعال نشوف جريدنت ديسنت بتشتغل ازاي. الفكره بتاعت جريدنت ديسنت، لو انت عندك اي فانكشن زي كده زي الايرور فانكشن بتاعتنا، اهي الايرور نفسها الفكره كان شكلها عامل زي كده. انا عاوز اجيب المينيمم بتاعها، يعني عاوز اجيب النقطه اللي هنا دي، النقطه اللي تخلي الويت اللي يخلي الايرور اقل ما يمكن. يعني كان انا شايفها حاجه زي كده، واللي انا بدور عليه مش باين. المفروض ده هو الدبليو، ده اللي هو الايرور. انت عاوز الدبليو اللي هنا دي اللي تخلي الايرور اقل ما يمكن، اقل قيمه للايرور. انا هدفي اجيب دي النقطه دي، يبقى جبت الدبليو اللي بتمينمايز الايرور. بنجيبها ازاي؟ بقول لك في الاول افترضها في اي حته. يعني انا افترض في الاول اي دبليو راندوم، هقول هي الدبليو دي اللي بتمينمايز الايرور، وبعدين هروح طالع على الكيرف هنا هبص كده، ادي اعلى قيمه للايرور، او ده القيمه اللي طلعت للايرور. طب انا عاوزه مينيمايز، امينيمايز ازاي؟ يا ترى الدبليو اللي انا اخترتها دي امشي في الاتجاه ده ولا امشي في الاتجاه ده؟ امشي عكس اتجاه الجريدينت. طب الجريدينت فين؟ الجريدينت عند الحته دي اهو، زاويته بوزيتيف، يبقى الجريدينت ده بوزيتيف، يبقى انت تمشي عكسه يعني امشي نيجاتيف، هتمشي في الراجع كده. اخترت واحدة ثانية هنا زي النقطة دي، الجريدنت عندها ايه؟ ستيل بوزيتيف، يبقى تمشي نيجاتيف. رحت انت راجع لهنا اخترت دي، الجريدنت هنا ايه؟ الزاوية دي منفرجة، يبقى ده نيجاتيف، هتمشي انت في اتجاه البوزيتيف، وهكذا. طب هو السؤال اقف امتى؟ هو السؤال ده اجابته سهله جدا. الجريدينت عند المينيمم بيكون بيساوي صفر، مش احنا بنفاضل ويساوي بالصفر. طب ليه بساوي بالصفر؟ لان التفاضل عند المينيمم ده صفر. لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف. فانت كل مره جبت الجريدينت ولا طلع صفر يبقى انت وصلت فعلا. طلع الجريدينت بوزيتيف يبقى انت نقص الدبليو اللي انت جبتها. طلع الجريدينت نيجاتيف زود الدبليو اللي انت جبتها لغايه ما توصل للنقطه بتاعتك. قدامنا سكتين، يا ترى اجري بسرعه زي كده، يعني من هنا نط لهنا، من هنا نط لهنا زي كده اهو، ولا امشي بالراحه؟ تمشي بالراحه ميزتها ان انت هتوصل، بس في ستيبس كتيره شويه. كبرت الستيب بتاعتك عشان عاوز تجري، بس هتلاقيك مره رحت ناطط، رحت الناحيه الثانيه، انت عديت كتير قوي، تروح راجع تاني لهنا، رايح جاي رايح جاي. ده بنسميه ليرنينج ريت. فانت عاوز تحدد الليرنينج ريت بتاعك شكله ايه؟ خدته صغير هتاخد وقت كبير قوي، خدته كبير هيفضل يفلكتويت رايح جاي. طب ما الحل ايه؟ ممكن ناخده ادابتف. ادابتف يعني اجري في الاول بسرعه، وبعدين لما صحتك قربت ابتدي بقى ايه؟ صغر الليرنينج ريت، تبتدي تمشي ستيبس بالراحه، يعني وانت راجع لقدام او لورا تتحرك بستيبس صغيره بعد كده. ده بنسميه ادابتف. في ابروتشز كتيره وفي تكنيك موجوده كتيره تقدر تعمل بيها الكلام ده. لكن بصفه عامه دي هي الفكره بتاعت الجريدينت ديسنت. هطبق الكلام ده على الفانكشن بتاعت الايرور بتاعتنا، عاوز اطلع برضو ازاي بقى اجيب المعادله، ده الهدف بتاعنا المره دي. ادي السمول الفا وادي اللارج الفا اللي هو الليرنينج ريت بتاعك. في عندنا حاجه ثانيه اسمها ستوكاستيك جريدينت ديسنت.
خليني اقول لك الفرق ما بينهم ايه بطريقه سهله. ادي جريدينت ديسنت، انت عاوز تمشي عكس الجريدينت. الفكره دلوقتي، طب انا كان عندي 1000 تريننج سامبل، الويت اللي موجود عندي دلوقتي اما اجرب التريننج سامبل الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، كل واحده منها ليها راي، بعضهم كلاسيفايد صح فالويت بالنسبه لها كويس، بعضها كلاسيفايد غلط فعاوز يمشي اتجاه ده او اتجاه ده، عاوز يعدل في الويت بمعنى اصح. لو انت هتاخد كل التريننج سامبلز اللي عندك وتحسب الجريدينت وبناء عليها في الاخر تقرر امشي في الاتجاه ده ولا الاتجاه ده، كان تشغل جريدينت ديسنت، وده اللي المنطق بيقوله يعني، ده اللوجيك الفيرست امبريشن يقول لك اعمل كده، هات كل التريننج سامبلز اللي عندك وشوف كل اللوسز اللي بتحصل هنا قد ايه وهنا وهنا وهنا، بناء على المجموع بتاع كل دول قرر بقى الويت بتاعك يزيد ولا يقل، مش على سامبل واحده. ده بنسميه جريدينت ديسنت. الستوكاستيك جريدينت ديسنت، هي دي كلمه ستوكاستيك معنى probability، probability شغاله مع التايم بنسميها ستوكاستيك. فده ستوكاستيك جريدينت ديسنت، انا مش هاخد كل السامبلز وبعدين ارجع اقرر انا هعمل ايه. لا بص هنا ايه اللي بيحصل في الحته دي، ادي الدبليو ناقص الفا اكس اي، ده متظبط اكس اي ناقص واي اي، هتاخد الجزء ده لسامبل معينه، بص لاي اهي، لاي لسامبل معينه وبتدي تحسب بالنسبه لك، وبعدين تريبيت الكلام ده على السامبل زي ما انت عايز بعد كده. يعني انا مش هحسب ليهم كلهم مره واحده، خلينا نقولها مرة ثانية. ادي ال W بتاعتنا الويت ناقص امشي عكس الجريدينت بريت الفا، تمشي قد ايه؟ ادي المسافة اللي انت هتمشيها محسوبة على سامبل واحدة بس، يبقى كده سامبل واحدة عدلت الويت، بعدين كرر الفور لوب بتاعتك مر على سامبل ثانية. يبقى معنى كده لو انا عاوز اشتغل ستوكاستيك هتبقى اسرع، عشان اعدل الويت مرة واحدة بستعمل سامبل واحدة، السامبل الثانيه هتعدل الويت ثاني فتحركني شويه، السامبل الثالثه تعدل الويت كمان مره فتحرك شويه. بينما في الطريقه اللي فاتت اهي ارجع لها ثاني، كنت بتمر على كل السامبلز قبل ما اعدل الويت. فده بنسميها جريدينت ديسنت مباشره. طبعا الاستوكاستيك مور افيشنت وبتكونفرج فاستر، بتوصل اسرع، لان انت على ما تمر على ال 100 سامبل هتكون عدلت الويت 100 مره. احنا براكتيكالي بنعمل باتشات، يعني مكتب انت عندك 100 سامبل خدهم عشرات، احسب الايرور على مستوى 10 بس منهم وبعدين ابديت الويت، يعني احسب على 10 تانيين وابديت الويت. فاحنا فعليا بنستخدم باتشز. لو الباتش ده بقى واحد كده بقيت انت ستوكاستيك تمام واحده واحده، لو الباتش ده بقى ان كده بقيت انت جريدينت ديسنت. يعني لو الباتش بتاعك بقول لك خد ال 1000 سامبل بعدين ابديت، كده انت جريدينت ديسنت، رجعت تاني زي الاول. نزلته عن كده وبتاخد بقى راندوم وتابديت وبتاع حسب ما انت عاوز تاخد قد ايه، ممكن تاخد من واحد لغايه ان حسب ما انت عايز، بس الان بقيت جريدينت ديسنت كامل. ده الفرق بين ستوكاستيك جريدينت ديسنت والجريدينت ديسنت. Unlike gradient descent which uses all the data to make each update of the map. دي الحتة اللي تهمنا هنا. Gradient descent uses all the data to make each update of the map. لكن في الاستوكاستيك لا. الاستوكاستيك ممكن تاخد داتا واحدة اثنين ثلاثة، تاخد باتش وتابديت، وبعدين باتش اللي بعده وتابديت. باتش ده بتاخده ازاي؟ تاخده استوكاستيك. ممكن اختارهم راندوم. وهكذا. ده الفرق ما بين الاثنين. طب دكتور بعد اذنك، هو ازاي مور افيشنت وهو مثلا لو شغال على سامبلز واخر سامبل اشتغل عليها كانت اوتلاير كده هتبوظ كل حاجه؟ بس هي بتعدل قد ايه؟ يعني هي التعديله بتبقى صغيره مش بتفرق فرق كبير زي ما هنشوف كمان شويه. لكن الفكره ان انت لو الداتا بتاعتك ما هياش بالانسد وانت بتاخد على الايرور بتاع كل الداتا اللي عندك، مجموعه منهم هي اللي هتجر الداتا الويتس ناحيتها،
فالتاني مش هيكسبه خالص. كل مره تيجي نحسب مع بعضينا انتوا اللي تكسبوا خلاص، يبقى انا ماليش تاثير بقى، انا فرصتكم قليل المايوريتي. فلو الداتا مش بالانسد هتعمل لك مشكله كبيره. لكن ده بيفضل ان كل واحده على حده برضو بتحرك الويت شويه فبتحسن، وفي السرعه بتسرع اكتر طبعا، لان الويت اتزق كذا مره كذا مره وبالتالي بيتحسن. تمام. كل واحده صغيره وبراكتيكلي ده اللي بيحصل فعلا يعني. هو الاي في الايكويشن اللي فاتت دي هو الباتش سايز ولا هنا هو عاملها واحده واحده فور اي سايز واحد لغايه ان، وبيمر عليهم واحده واحده، بياخد واحده وابديت واحده وابديت، ده في رقم الباتش نفسه. تمام. تمام كده ماشي. احنا بالنسبه لنا الباتش برضو مفيد، لان انا بقدر بيه احسب على الجي بي يو، يعني ممكن احسب كذا واحده مع بعضيهم مره واحده، بس طبعا مش شرط تكون الرامات بتشيل عشان اقدر انزلهم كلهم في الميموري بتاعه الجي بي يو. يعني شكل لو انت واخد باتشات كبيره ممكن يقول لك لا صغر الباتش بتاعك، اصل الرامه بتاعه الجي بي يو مش مكفيه، لازم يكون الداتا نازله في الرامه بتاع الجي بي يو عشان يقدر يشتغل يعني.